السلام عليكم خوتي خواتاتي، جيتكم مع فيديو جديد اليوم ديال واحد المشروع بارد منعش وبارد في هذا الصيف. ولا شربتوا راه غتستريحوا بعد، غتلقاو الراحه في نفسكم في القلب ديالكم. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. وهذا اسميتو هذا المشروع سميتو موريتو. هادشي بغيت نقول لكم، وكما كتشوفوا هو هذا هو موريتو. ودابا غندوقو. بسم الله. واه ما شاء الله لذيذ منو. ودابا غادي نخليكم وتشاهدوا المراحل ديال التحضير. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء. وهذا المشروب اللي غادي الموريتو عندي لكم انا، ما فيهش لا الكول. هادشي بغيت نقول لكم حلال. هادشي بغيت نقول لكم وخليكم معايا. ودابا غندوزو على المقادير خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا كنحتاجو الكلاصو، هو هذا كما كتشوفوا. كنحتاجو الحامض كما قلت لكم، سيترون كل واحد. هاد الكاس كندير فيه حامض وحده معصوره. اش بغيت نقول لكم، عندنا النعناع راه كاين السوق ما شاء الله كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. وعندنا السكر الاسمر، هادشي بغيت نقول لكم. وعندنا هنا شويبس، وهو كيجي بالماء كازوج. وانا قلت علاش لا ما نديروش بالشويبس تونيك، وداك كتجي بنين، كتجي واحد اللذه فيه. هادشي بغيت نقول لكم، واحد كتشربي كتدس لي ديال شويبس تونيك. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. وعندنا الماتريال ديال موريتو، هو هذا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. هذا هو العبار، هذا الكبير ما شاء الله كنديروا فيه حامضه كنعصروا كنخويها فيه. هذا هو القياس ديال الكاس. وهنا معلقه صغيره ديال السكر الاسمر. اش نقول فرشيط، هنايا فرشيط، وهنا عشق صغير باش كنخوضو باش كنحركو هو هذا. وهذا باش كندقو النعناع في الكاس. وراه غادي تشوفوا تتبعوا معايا كلشي الفيديو حتى تشوفوا كيفاش غنحضروا معكم هادشي. بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، خليكم معايا. نحتاجو الحامضه، وكل واحد كيعرف يقطع الحامض. اش بغيت نقول لكم، بسم الله توكلنا على الله. وغادي نعصرو كما قلت لكم اخوتي. هذا المشروب راه صحي وبارد. الناس اللي كيمشيو للبحر يديروا هذا، الا جاوا من البحر حيت يدوش ويدير هذا. كما كتشوفوا اخوتي خواتاتي، عصير الحامضه. دابا غندوز غنعبر كما قلت لكم، تبعوا معايا المقادير غتبقى في صندوق الوصف. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، حمضة عطاتني نفس المقادير اللي قلت لكم. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، بسم الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، غادي ناخذوا العصير ديال الحمض اللي خسرنا، غادي نخويوه هنايا. هادشي بغيت نقول لكم. دابا غادي ناخذوا النعناع كما كتشوفوا، هذا النعناع تاع الجردة ديالي. تبعوا معايا، دابا غادي ناخذوا الورقة ديال النعناع كما كتشوفوا، غادي نحطوها هنا خوتي خواتاتي. يا عزيز النعناع يكثروا، ما كان حتى شي مشكل. انا عزيز هي النعناع كيعطيني واحد المذاق في الفم حيت كنشرب. كتشوفوا خوتي خواتاتي، غادي ناخذ هذه البلاصه باش نبشر النعناع. شاكينا النكهة خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا دابا غندوزو السكر الاسمر. كما كتشوفوا هذا هو العبار القياس. غادي ناخدو، غادي نخويو حنا، غادي نبجغو السكر. تبعو معايا. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، عطانا الخضوريه كما كتشوفوا، هي هادي داك الحامض مع النعناع، راني عصرتو مزيان. وعطانا كما كتشوفوا الخضوريه، هادشي بغينا حنا. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، دابا غندوزو الكلاصو. الكلاصو فخابي مبجر، هو كيجي ما شاء الله. هو هذا كيبغي العصير، كيبغي ما شاء الله، كيبغي الكلاصو بزاف. هادشي بغيت نقول لكم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي.
دابا غادي ناخذو شويبس تونيك، هي هذه. بسم الله، كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، كناخذو شويبس، كناخذو هنا، كناخذو هكا، كنكبو على هذا المسمار كما كتشوفوا. ها شوفوا ما شاء الله. دابا كما تشوفوا خوينا شويبس تونيك، دابا غادي ناخذو وغادي نقلبو بالشوكه كما كتشوفوا، فرشيط بحال الفرشيطه هذه بهذه الطريقه، وغادي نقلبو فيها هكا الموريتو كما كتشوفوا. وتفرغي باش نطلعوا النعناع الفوق والحامض يتخلط مع شويبس